إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، جعل الله سبحانه وتعالى في اتباع الجنائز فضلاً عظيماً، وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد فيما معناه قيراطان، وعد بقيراطين من أجر، قيراط لمن صلى على الجنازة، وقيراط لمن تبع الجنازة حتى تدفن. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين القيراطين فقال: هما كجبل أحد، القيراط الواحد مثل جبل أحد، في حجم جبل أحد، فهي عبادة من العبادات التي بها يتحصل المسلم على أجر عظيم، ولكن بشرط أن تؤديها لربك، لا تأتي للجنازة مجاملة لجارك أو أقاربك تقول: هو جاء في جنازتي، إذن أنا آتي إلى جنازته، وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بالإضافة إلى الأجر، فإنها أيضاً عبادة فيها تفكر وتدبر. أنت حينما تصلي على شخص قد تكون لعبت معه، أكلت معه، شربت معه، تحدثت معه، وتراه أمامك جثة هامدة لا حول لها ولا قوة، ففي هذا تدبر وتفكر في أمرك، أنك في يوم من الأيام ستوضع هذا الموضع وسيصلى عليك،
وقد وفقنا بالأمس إلى دفن أحد جيراننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع. وقد ساءني كثيرا ما رأيت بعيني، وهذه أول مرة تقريبا أنا أمشي في جنازة في البلد، وأنا أمشي وجدت أناس يتحدثون في الدنيا. أنا لا أقول كلهم، لا، بل جلهم كان صامتا متفكرا، ولكن هذه القلة القليلة التي تسير خلف الجنازة منهم من يتحدث عن المال، ومنهم من يتحدث عن مشاكل في الدنيا، ونقول وبالله التوفيق ناصحين راشدين، ولسنا بنقاد، يعني بننصح الناس أن هذا لا يصح. وعلى الإخوة الآخرين الذين يسيرون في الجنائز، إن رأوا هذا أن يأمروا بمعروف وينهوا عن منكر، ولكن يأمروا بمعروف بمعروف وينهوا عن منكر بغير منكر. وأنا أسوق اليوم في خطبتي إن شاء الله لنا جميعا بوجه عام، ولهؤلاء القلة القليلة بوجه خاص، حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديثين لو تدبرهما هذا الشخص ما نطق بكلمة. الحديث الأول أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا احتملت الجنازة على أكتاف الرجال، لما تصلي على الميت وتحمله ويحمله الرجال إلى موضع دفنه في المدافن يعني، وهم يسيرون به، إذا كان هذا الرجل أو هذه المرأة صالح أو صالحة، فإن الجنازة تتكلم وتقول: قدموني قدموني. الجنازة تنادي على من يحملها وتقول له: قدموني قدموني. وإذا كان هذا الرجل أو هذه المرأة ليسوا من أهل الصلاح، فإن الجنازة تتكلم وتقول مخاطبة من يحملها أو مخاطبة أهلها: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ ويل لي، إلى أين تأخذونني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذا الحديث: يسمعها كل شيء، يسمع هذين النداءين كل شيء من حجر ومدر وشجر ودواب إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. السؤال الآن: ما هو السر أن الرجل الصالح يقول قدموني، وأن الرجل غير الصالح يقول: لا تقدموني، أين تذهبون بي؟ نقول وبالله التوفيق أن الإنسان عند موته يبشر، يبشر. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حقق التوحيد ثم أكد هذا التوحيد بعمله أي بالاستقامة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا،
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم، عند خروج الروح، وتقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الإنسان هذا الصالح يرى الجنة ويبشر بالجنة، وحينما تناديه الملائكة تنادي روحه لتخرج من جسده تقول له: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. حينها يود الإنسان أن يذهب إلى قبره وتقول: قدموني، اذهبوا بي إلى هذه الحياة البرزخية التي فيها من النعيم ما يفوق نعيم الدنيا، ما يفوق نعيم الدنيا، لأن هذا القبر أو هذا البرزخ يفتح له من الجنة. أما الرجل الآخر غير الصالح، حينما تخرج روحه من جسده فإنه أيضا يبشر، ولكن يبشر بسخط من الله وغضب من الله ونار وحميم. حينها لا يتمنى لقاء ربه ولا يريد أن يدفن، ولذلك هو ينادي على من يأخذونه إلى المقابر: لماذا تسرعون بي؟ لماذا تسرعون بي؟ فلو تدبر هذا المتكلم وهو يحمل جنازة أخيه أو أخته إلى المقابر، من أي الفريقين هذا الرجل الذي نحمله؟ ما تكلم في الدنيا أبدا، وما نطق بكلمة في تجارة ولا في زوجة، بل تدبر أيضا موضعه وهو يحمل، من أي الفريقين سيكون؟ هل سيكون من هؤلاء الذين يقولون: قدموني قدموني؟ هل سيكون من هؤلاء الذين يحبون لقاء ربهم حتى يحب الله لقاءه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا الرجل الذي يقول لمن يحملونه على الأكتاف: قدموني قدموني، هو محب للقاء ربه، لأنه يعلم أنه لن يرى ربه حتى يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قاب قوسين أو أدنى من رؤية ربه ومن لقائه. أما الآخر فلا. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني الذي أود أن أسوقه إلى هؤلاء الذين يتحدثون ويتكلمون في شؤون الدنيا وهم يحملون الجنائز، وأيضا يذهبون إلى المقابر ويجيبون عن تليفوناتهم، التليفونات يردون عليها، وقد يعقد صفقة وأخ له يوضع تحت الأرض ولا يتعظ. اصبر يا أخي اصبر، هذه كما قلنا عبادة، أنت تثاب، الأمر مش رايح ببلاش، أنت لو رايح مجاملة هذا أمر آخر، لكن أنت إذا ذهبت إلى هذه الجنازة تبغي الأجر من الله، وعدك الله سبحانه وتعالى قيراطين من أجر، قيراط لاتباع الجنائز. طب أنت إزاي تذهب وتريد